قلبي تنسيني أمرة الحب سنيها أم قلبي. إيش هالرقم الغريب؟ من هبدأ بالوقت؟ ألو، إيه أدري عم بحكي، من وين؟ لك علي صوتك يا أختي مشان أسمعك منيح. لك هي عم علي صوتي، كل العالم سمعوني. خلص شو بدك مين؟ أنت يكون هنيك على الموعد وبتشوف شي كتير 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 بهمك. إيه، إيش داروا أسوي بهذا مطعم هذا الهناء؟ ما تتأخر، لك خلص فعلة خير عم نقلك. مع السلامة. بطي شو بقر؟ شكرا، ما تواخذينا. ايه بالسلام ان شاء الله. طبعا جايين كلياتنا نستقبلك. معقول ولو؟ ايه بس مشي على مهلك، لا تستعجل. ايه ماشي. الو، ليش عم تعيط؟ مين دوبلك؟ لك شو بدك فيه؟ اتركه. عم تحكي معي؟ ما عم افهم عليك. ايه ماشي، يلا بنحكي. ميدو، شو ليش لساتك بالسرير؟ قومي، انا بدي 10 دقايق بكون جاهزة. قد ايه بدك؟ ايه وانا بدي ربع ساعة بكون جاهزة. ليكي استعجلي سميحه لابنه، ما معقول شو قلبهم بارد. يلا رح شوفهم، بس لا تضلك بسريرك. قومي. ماشي. شو برفيقتنا كأنه وشت طقب زرمخة قاعدة عم تكروت بالغرفة مع حالها، معصبة شي؟ لك ايه، متضايقة من طلعتنا. والله بيني وبينك معها حق، يعني انا لو بكون محلها عن جد بتضايق، خاصة انه انت لما كنتي عم تحكي معها هيك عزمتيها هات ايدك والحقني، حسيتك مثل كأنه حدا عم يعزم فضعتب. لك ايه، شو بدك يعني اعزمها من قلبه رب؟ حبيبتي انا ما عرفت كيف خلصت منها، تصوري لو هلا دبقتنا شو كان صار. ايه والله معك حق، كان كارثة عظمى إذا بتيجي معنا. عين العقل عملتي. أنا رايحة أشوف سميحة ولبنها. إيه ماشي. لا تضلي بالسرير، قومي. أي سموحة، ليه ما عم تردي؟ كأنك مانك مسيفة موبايلي. إيه عم بمزح معك، اسمعي، فستاني الأسود المعرق شفتي لي إياه؟ شو عم تحكي أنتِ؟ شو بدي أجيبه على ظهر الغزانة؟ سموحة أنتِ متأكدة؟ ليكي حبيبتي إذا مانك متأكدة قولي لي، لأنه تنزيلة الشنطة كتير صعبة علي. طيب خلص. إيه شفتوها أنتو؟ شو صار معكم؟ ماشي. إيه لحظة لأشوف. خليكي معي. استني عم شوف. إيه شو هالغبرة؟ مليان غبرة. استني. طيب إذا بدك شي حاكيني. إيه؟ ليكي سموحة، روحي تنزيلتها صعبة، روحي. الله يسامحك، باي. ماشي يلا باي. بس ما تكوني زلقتي لك بشي كلمة. لا معقولة أنتِ؟ بس أنا قلتلها إنه نحن على الطريق. يعني وين بدي يكون لهلا؟ الساعة صارت 3. من نص ساعة حكاني وقال لي إنه بمدخل الشام. طب رجعي دقي له مرة تانية، شوفي شو صار معه. ما في داعي، هلا بيجي. يا كحتوتة، خايفة تخسري مكالمة؟ شو مهضومة. طب فوتي لجوا اسألي بالريسبشن، بلكي واصل هو قبلنا وطلع على غرفته. حبيبتي لو وصل كان حاكاني. انتي ليش بصلتك محروقة؟ مرحبا يا صبايا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، آسف على التأخير. ما في مشكلة، رح أعرفك على الصبايا. ليلى بتعرفها؟ ايه مزبوط، التقينا المرة الماضية بالشام. مزبوط. سميحة طالبة حقوق وساكنة معنا. أهلا وسهلا، تشرفنا. لبنى السريعة دربة رياضة كمان ساكنة معنا. حبيب قلبي، شو وين نور؟ نور مثل ما بتعرف. مفهوم مفهوم، مرة تانية برجع بعتذر عن التأخير.
فرصة سعيدة صبايا، بس صار معي مشكلة صغيرة بسيطة. إن شاء الله بس ما يكون في شيء لا سمح الله. شغلة صغيرة ما أنا محرزة. طيب على كل الأحوال رح أحجز غرفة وأرجع لعندكم، ما رح طول. ها شو ظريفة ابن خالتك. كتير ظريف، الله يزرف أيامك. أنا أول ما شفته قلت نفس الجملة. وليش هيك عم تحكي؟ عازم شو ظريف وبطير العقل. إيه صح. مرتبط؟ وليش عم تسألي؟ لك تضربي إن شاء الله، عم نسأل سؤال عادي لا يروح فكرك لبعيد. طب شيني لا تهزي بدنك على الفاضي، لأنه لما بتعرفي جد ما رح يهمك تعرفي الجواب. أيوة. إيه أستاذي، لا لا ولا يهمك، أي ساعة رح توصلوا؟ سلامات، يعطيكم العافية. بس أهم شيء ما تتأخروا مشان ما يروح الحجز. يا ريت ترك السيارة مفتوحة، كنا قعدنا فيه أحسن من النطرة هون. ليش كنا قعدنا جوا مو أحسن؟ ما قلك جاي ثواني. جايتنا كلياتها لهون أساساً بلا طعم. هذا بدل ما تقولي كتر خيره يلي إجا عالشام كرمالنا؟ أقل منا نستقبله نغديه بشي مطعم؟ قال يعني كتير رح ينقل من قيمته من مقداره إذا ما كان وفد التشريف كلياته ناطره عم يستناه ومكتمل النصاب. لك بس بقى أنتو التنتين خلصنا، ما بدنا مشاكل، يوم بالذات ما بدنا مشاكل. ميديا؟ كأن ابن خالتك بيشتغل ممثل؟ ما بعرف، حاسة حالي شايفته قبل هلأ. لا حبيبتي، أنا الممثلة الوحيدة بالعيلة. بس بتعرفي ديانو لو كان بيشتغل ممثل كان حرق كل النجوم. شو بكون؟ والله مو كأنه بيشبه جون كلون؟ ما اسمه جون كلون، أول شيء اسمه جورج كلوني، تاني شيء يعني ما بعرف شو جاب لجاب. طبعاً شو جاب لجاب، عاصم ابن خالتي أحلى. ميديا، مين هذا جورج كلوني؟ احكي لي عنه شوي لبين ما يطلع ابن خالتي. يعطيك العافية حبيبي. دقيقة شوي، عفواً مسيو، ما في غرف فاضي منهم، أسفي. ينزل لي هالبطيخة من إيدك واحترم العالم، شلون ما في غرف فاضي؟ وين بروح حالي أنا؟ بعتذر منك أستاذ، بس هلأ موسم، يا ريتك لو عامل حجز مسبق، لأنه علينا ضغط وعجة. اطلع من هالبواب، هالقصص بعرفها كتير منيح، بيكون في عندكم غرف إضافية، روزيرف، مشان لما يجيك شي زبون مرتب، بيطلع لك إضافة، بيطلع لك شغلة برانية. طلع الغرفة أحسن ما أعمل لك مشكلة الأول ما لآخرها. عفواً أستاذ بس. لا تبسبس لي وتعمل لي قصص. عم بقول لك بدي غرفة، مو حيلا غرفة، غرفة يكون أحلى إطلالة لك. يلا اطلع بالغرفة. طيب ماشي، طول بالك. ممكن تعطيني هويتك بالله؟ بركي بقدر ساعدك. شرف. من مواليد الأدية حضرتك؟ محل إقامة وين؟ حمص. ليكون ما عجبك، عم تتمسخر يعني؟ لا لا أبداً، عفواً أستاذ، بس يعني ذكرت حمص واليوم الأربعاء بتعرف ذكرت نكتة على الحماصنة. ولا لا تتمسخر، بتمسخر على 60 واحد من نمرتك. ترى قسماً بالله بعملك عبرة لكل عمال ريسبشن بالوطن العربي، وإذا ما بعملك هيك ما بيكون اسمي عاصم سعفان. لك تزيل، وين فاكر حالك؟ ولك تخرس. العمى منيعة. شيل إيدك بوقت. شرف. العمى. شرف. وين؟ يلا زدوا برا. إيدك فاونك. بعد إيدك هيك. أنا بورجيكم إذا ما بخليكم تندموا، والله لا سكركم الأوتيل، وإذا ما بسكروا ما بكون عاصم سعفان. روح إيدك وما تعطي، العمى شو هاد؟ آسف كثير صبايا على التأخير، بس صار مشكلة بسيطة بيني وبين عمار ريسبشن. تفضلوا نروح على شيء أوتيل محترم بيحترم نفسه أفضل من هالأوتيل، تفضلوا. والله لك كسر راسه لهالكربجي، ناله يصلحها مثلا. سميحة؟ ها؟ بلا هالحركات، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا. أنا في كذا بدك تقعدي ورا. إيه لا تفكري كثير. يعني أكيد ما بدك مساعدة؟ ما تستحي مني، أنا مو غريبة طول عمري بساعدك. لا حبيبتي ما بدي إياك تساعديني، بتعرفيني بحب أدق أوعية لحالي مشان أعرف وين حاطة كل قطعة. مثل ما بدك. ايه؟ عن جد مو معقول نونو؟ لك يا الله ليكي، قديه كان جسمك حلو وكنت نحيفة، ليش هيك نافشة كل هالنفشة؟ هزار، هي مو كنزتي، هي كنزة لعبة كانت عندي. عم قول لحالي ما معقول تكوني نفشتي كل هالنفشة بالمدة القصيرة، يعني صار مثل البطيخة. بس نيالة، عن جد نيالة هاللعبة، شو كانت نحيفة بزماناتها مثل عارضات الأزياء. وحن وين البنات؟ طلعوا من الصبح راحوا يزوروا رفيقة ميديا، قال المسكينة تعبانة كتير وما لحدا بالشام. مثل العادة دائما عندهم حجاج، مو حرام يتركوكي هيك لحالك بين أربع حيطان، ليش ما أخدوكي معهم؟ هزار،
أنا ما رضيت روح معهم. أساساً أنا اليوم فايقة هيك معكرة وما جا عبالي روح لمحل، بدي ضل قاعدة بالبيت. يعني بفهم من حكيك إنه أنت اليوم بيتوتية مو طالعة لمحل. إيه أكيد أكيد. إيه أكيد أكيد ماني طالعة لمحل، ليش عم تسألي؟ لا يعني بس عم بتأكد. طيب طالما ما بدك يعني ساعدك وانت قاعدة بالبيت ومانك متحركة لمحل، أنا لازم يروح. بدك شي؟ هزورة لوين رايحة؟ خليكي قاعدة معي. لا خلص لازم امشي، عندي 100 شغلة، شغل فوق راسي وتأخرت كمان. هاي أكلنا وشبعنا، باي. غريبة مالها بالعادة. قلتك رح يلاقي حجز بهالأوتيل؟ الو؟ ايه هزار، لكن مين؟ وينك وينك يعني؟ ايه طبعا وصلت لي اكثر من ساعه كمان. كل العالم قاعد عم تطلع فيني، قاعده لحالي بنت. ايه هذا اللي عم يبعث لي مدري شو بالبلوتوس عن جد ضجت. يلا بليز ما تتاخر. ها تعرف يعني شو بنت لحالها تنتظر. اوكي باي. وهي طرقناها من مية من أولها. فاضي. أهلا وسهلا، شو بتحب تشربي؟ باخد شرحات مطفاية وبدي كاسة كيوي فريش بليز. أهلا وسهلا، تكرم عينك. أهلين. طيب عمرون على هيك أوتيلات زبالة. بدي سكره سكره هالأوتيل، إذا ما بسكره ما بكون عازم سعفان. شو ما مش الحال؟ ما مش الحال، بسيطة. على كل في واحد هون رفيقي عنده اوتيل، أكيد حيأمن لي غرفة. زبالة نور. مو معقول الغبرة، يعني إذا أنا ما نظفت ما حدا بيسأل. في وقتك كمان منيحي تذكرتني. شو بعمل؟ ألو. أهلين وائل. أي بالبيت طبعاً، وين بدي يكون؟ لا مو لازمني شي، ليش عم تسأل؟ باي؟ هلأ متصل بس مشان تقلي هالكلمتين؟ وائل ماني معصبة. طيب خلص إذا مشغول روح، يلا باي. أنا يوم عن يوم عم أتأكد إنه كل البنات بنص عقل وبدون استثناء كمان. في استثناء بس مزبوط حكيك. ليش وقت لها؟ ما قالت لي شيء، بس باين عليها إنها متضايقة وكتير مطموزة. لسه ما شافت شيء. والله والله لخليها تمشي بالشارع ما تعرف اسمها، إذا ما بجيب لها الجلطة أنا ما بيكون اسمي هزار. لك شو عم تحكي أنتِ؟ بعيد الشر عن قلبها، والله إذا بصير لها شيء بموت. شبك خفت وحن قلبك؟ عم نقول مجازاً مجازاً. اساسا خطيبتك هي اللي بتجيب الجلطه لكل البلد وما بيصير لها شيء. ولا ما بتعرف؟ المهم هلا امتى بدك يعني ننفذ الخطه اللي اتفقنا عليها؟ الساعه 6 بالضبط. معناتها ما عاد عندي وقت كثير. ها انا لازم احكي مع البنات كمان. اتصل شو ناطر؟ يا لطيف ما ابرد قلبك، لازم اقول لك يعني؟ الو؟ ايه ميديا؟ طمنيني شو صار معكم؟ شو؟ هلا بكل اوتيلات الشام ما عم يلاقي حجز؟ معقول ما عم يلاقي غرفة؟ أعصابك طول بالك. اسمعي ميديا هيك ما بيمشي الحال. مشان صحتك. خلاص. دبري غرفة. طيب ماشي. ماشي ماشي. يلا بخبريني شو بصير معكم. خلص أهم شيء صحتك أنت دوما. الله معي. أدري؟ ليش واقف عندك؟ تعال اقعد معنا. تفضل أستاذ أدري. شيشاء ولا وفرط المعلاق. شو؟ وبا. شو بو هذا؟ أنا بخلقته مشي؟ ما بعرف،
بجوزها بجوز غار انه شافنا هيك لحالنا قاعدين. غار؟ لك ليروح يخبر نور هاد. وائل؟ لك وائل؟ يخرب بيته. راح بدون ما يدفع الحساب. الله يوفقك لا انت ولا نور. لك يا عيب الشوم عليك يا عيب الشوم. ما قلت لكم شكله ما مشي لحاله. لكن حنا علي انا اللي بعمل خير على العالم فعلا بتعمل خير للاشد. العمى العالم العمى العمى شو ما مشي الحال وحكيت مع رفيقك هذا تبع الاوتيل؟ مشي الحال ولو ما كنت قد حالي ما كان اعطاني غرفه ابن الحرام على الان بزماناتي على غير شكل كرماله. ايه منيح لكن خلونا نروح ناكل بشي قرنه مشان نلحق. كثير اسف صبايا انا اخرتكم ما تواخذوني. العمى العمى على العالم الزباله العمى. ما بدك تدق يا استاذ وائل؟ ماشي لا تدقها اساسا انا ما بدي اياك تدق. خليني هيك مو حدا سائل فيني ومنبوذه لحالي بسيطه. وليكم ورجعوا استاذ وائل. انت شب كويس وحليوه ما حكينا شيء بس طلع فيني انت لك حركات هيك 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 ما كويسه طاول ها. بعدين انا شفتك بعيني هاي اللي بدي اياك للدود ما حدا قال لي ايش نسيت اللي سويته مع سكرتيرتك اللي ما بتتسمى. استاذ فلنفترض قلت الحكي مزبوط انا واحد هيك لك يا اخي انا شب سرسري ابن شوارع شو دخلك بحياتي ليش عم تدحوش بعمري؟ بعدين تعال هون، انت من وين لوين عم تدق على باب بيت خطيبتي وبدك تحكي لها؟ فيني افهم؟ ايش الحكي يا؟ الانسه نور من حقها تعرف، بعدين هي رفيقتها لبن جيراننا سميحه، اي والله والله ما تعرف خالته فريده انه انا دريت بالقصه وما تدخلت مشانها والله لا تزعل ميكة، بعدين البنت كويسه ليش هيك عم تسوي فيها؟ طب وطي صوتك وطي صوتك. يا حبيبي يا عيوني انت بتفهم عليش؟ انت بتفهم عربي؟ ايه بفهم عربي. انا وعدت المخلوقة بس بدي اطلب منها خدمة ما في اكتر من هيك. ايوه بكل عين وقحة اولى انت وعدت للمخلوقة انا قلت لك شي بكل جارة ولك عيب عليك عيب عليك هاي البنت هزار بنت مستورة مو حرام عليك لك انت ما بتستي على حالك ولك عيب. لك وطي اتبوع عليك شو تسرسري. لك وطي صوتك خلص بقى. والله الواحد شو بده يسولف تيسولف مو بس اكل علي نص العداد يا ريت نزل ومسح بين الاراضي صار يبهدلني شو بدك تسولفك يا خالد تسولفك شغلتنا الواحد بشوف بيها شغلات يا لطيف اسمعي اسمعي هاي القصه يرحم ابوك هذا بزمانات يا بنت الحلال نازل بنزلة الجسر الابيض وصارت لك معي شغله ابت الدوره فصل ماله اخو يا باي العمى لك فوق ما طلب مني ساعده هذا سيد وائل كمان عم يخليني ادفع الحساب خرب بيته والله عيب عليه لازم افتح سيرة مع نور على هالقصة ما بيصير خليها تعرف انه خطيبها بخيل ومأنشح العمى شو بده بهيك واحد جربان والله يا مرحومة البي
وطلبت اوصلها على الحجر الاسود. بتعرفي الحجر الاسود؟ بعد الطابه دغري. قال شو؟ وما معها غير 50 ورقه. الله يلغض الشيطان. ومو بس هيك، قال 50 ورقه وبس، يا ريت وقفت على 50، قعدت تتشرب. فوتني من هاي الدخله، طلعني من هاي الحاره، شو بخوث خوث؟ يرحم ابوك انت انت ها؟ تكوني مطرحي، شو كنت بتساوي؟ حلفتش بالله. دقيقة دقيقة، الصف على اليمين الله يوفقك. بدي احكي مع ام محمد. سمع لو كنا شيء مخالفة. لحظة. هذا الساي مو شايف الإشارة يعني؟ ما احنا قاعدين نغمز لك يا حبوبي، خوف دغري. أيوه. لا تاخذينا يا حب ابوك. دقيقة. ام محمد. شلونك؟ عمي العيو اخذ راحته كمان. احسن شيء الواحد ينزل يروح مشي. ها؟ خلص خلص. بس اخلص شغل باجي. لك دخيل ربك على راسي ابو محمد. مع السلامة، الله معك، مع السلامة. الله عليك يا ابو محمد. اي اختي وين مشوارك؟ اي وين راحت هاي السايبة؟ 25 ورقة؟ والله مثلك مثل غيرك. يلا نروح عند ابو محمد لعاد. بسم الله. وين قلعت هاي؟ قلت لها الاسم قالت لي سوسو، قلت لها خدش قالت لي بوسو، قلت لها بيش قالت لي دوسو، قلت لها امش قالت حانونا. اخلع اطلع يلا ميل. ها ها ها. لك شو مجنون انت؟ لك معقول مفكرني عم؟ لك هي هزار يا زلمه، لك ايش دب لحتى اطلع وحده مثل هزار؟ لك هي هزار، انت بتعرف عن مين عم بحكي؟ اي والله اذا بطلع فيها تطليعه من محلها بتقلع على عيوني. بعدين غير انه وحده مربايه وبنت عالم وناس، هي من اعز اصدقاء لنور، وما حدا بيسمون السحبه مثل الغالي يا هزار. لك انت الغالي يا وائل، انت ونور الغاليين وحياتك. ايه انت هون هزار؟ ايه هزار. عن جد انك صديق وفي انت كثير يا وائل، انت ونور ما في منكم. ويعني مشان انه لانك شفتنا بالمطعم قدري يعني فيك تطمن، نحن كنا قاعدين بالمطعم انا ووائل لانه كنا عم نتفق على شغله كثير 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 مهمه، كنا عم نتفق يا سيدي على شو؟ اصدقاء ما اصدقاء يا هزار، والله اغلى من الاصدقاء. اي وحياتي اغلى من اختي علي. ايه سيدي هات لاشوف. احكي لي ايش كنت عم تتفق انت واختك هزار؟ يا اما هلا بروح انا لعند اختي نور وبقول لها ايش كنتوا عم بتساووا بالمطعم. ايش قلت اخي وائل؟ ولي رح موت من الجوع. لحظه لا اتركي اتركي اتركي، نزلوا نزلوا من ايديكم. اتركي اي نزليها، قوموا شرفوا يلا يلا. والله ميتين من الجوع. لك امشي، شو هالمطعم المسخره، قوموا يا قوموا قومي يلا. اتركي من ايدك عم تاكلي، زقيها زقيها يلا. طيب يلا قوموا يلا يلا سميحة. تفضلوا تفضلوا تفضلوا، مطعم مسخرة ها. تفضلوا. العمى بقلبهم، كل اللي طلبناه شقفة لحمة مستوية. ويل دان، جايبين لنا شقفة لحمة يا دوب هيك شامة ريحة النار. قسما بالله لو ما كنتوا معي كنت طربقت المطعم فوق راسهم. بس قلت يا ولد عيب، معك صبايا. اي سلمني على ضبط الاعصاب اللي عندك. هلا المهم شو بدنا نساوي؟ انا ما عاد فيني استحمل اكثر من هيك. ما تاكلي هم، تكرم عيونكم صبايا، رح اخذكم على احلى مطعم بالشام. لك ايه يا حيوان؟ لك مالك شايف يا زلمه؟ لك شو مالك طاسس؟ مالك شايف ما في عندك مرايه بالسياره؟ طلع انه في ناس ماشي خلاص ست حلقات، العمى على العالم بتطص الناس بتتفرج بتشوف انه في مرايه. روح انت على سيارتك. يمو لك شو بشو صار له؟ اي منيح يلي هالمرة علقان مع سيارة صغيرة، المرة الماضية كان علقان مع تريلا على طريق حرستا. هو صحيح ابن خالتي عصبي شوي وبتوتر بسرعة، بس عن جد قلبه طيب، كتير طيب قلبه. دخيلك. يلا يلا يا بشم، حرك روح. ما تواخذونا صبايا، حيوان وده تأديب. ايه ما بدك كل هالقد، كنت رجع لورا شوي كان بتخلص معك. مظبوط، بس رغم هيك حيوان وبده تكسير راس. خلص طول بالك.
ايها هلا صار اسمه بيت. الو اهلا. ايه انا نور. حضرتك بتكوني خطيبته لوائل الشماع؟ ايه انا خطيبته. ايه اسمعي لقلك، خطيبك عمل حادث، طرقته سيارة ونقلوه لعنا على المستشفى. شو؟ ان شاء الله مو صاير له شيء؟ لا لا ما في شيء، يعني حالته الحمد لله مستقرة. ايه الحمد لله. طمنيني هلأ كيف صار؟ نحن هون بالمستشفى عم ندعيله انه ان شاء الله اذا فاق من هي الكوما الغيبوبة يعني الله بينفده. ماشي؟ انت شو عم تحكي؟ ايه ما تاكلي هملك. لا لا ما تبكي ما تخافي. طيب طيب انو مشفى؟ يلا سجلي العنوان على السريع. بالله يعني تفاجأت كتير؟ بس اوعك هزار تكون حست بشيها. يسلموا ايديكي. لا اكيد ما رح لاقي اكذب منك بالدنيا كلها. يلا يسلموا. باي باي. باي. اهلين ميديا. ايه ماشي الحال بخصوص نور؟ هزار تكفلت بالموضوع كله. يعني اكيد طلعت من البيت؟ خلص خلص انت ما يكلمك. ماشي ماشي يلا باي. شو مش الحال؟ كله تمام. صبايا كرمال الله ما تبخزونا على اللي صار. حقكم علي. رح يختفي صوتك يا عاصم على قد ما عيطت. انت لازم تهدي حالك. بتعرفيني من طول عمري عصبي، وعلى فكرة هلأ مهدي كتير. تذكري كيف كنت. ما تاكلوا همي. عال عال. على فكرة في شاب واقف هونيك وقاعد عم يطلع علينا صلوا شوي. حاسة كأني بعرف شكله بس وين وين ماني متذكرة وين. لحظة لحظة مين عم يطلع وأنا موجود؟ مين اللي عم يطلع؟ بركي بدي شيل عيونه وأنا واحد. هاد لا ليك واقف جنب الشجرة. هذا اللي مثل الطنطات؟ طيب برافو عليك يا لبنى خانم، ناقصنا مشكلة جديدة. شعرات إذا بتريد. بدي أشيل لك يا ولا هدول شعرات. سشوار 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 زين لتحت ولا زين. لك هذا سامي. مين سامي ها؟ لك أخوه لرغد ما عرفتو؟ لك هذا خوفناه من الصرصور. عصيت. مسكي مسكي. أنا عم أقول لحالي وين شايفته؟ لك إيه والله هاد سامي. انزل ولا انزل عم بالله. اذا بتريد انزل بتريد والله العظيم. لك عاصم اتركه شو بدك فيه. لك مو هذا اللي كان بس عليكم. لك لا ما كان عم يبسبس علينا. لك اتركه اتركه اذا بتريد. اكيد والله يا استاذ ما بسبست ابدا. بجوز بس بسبوسه واحده بس صدقني صدقني بسبوستين يمكن ثلاثه بالكثير. اذا بتريد اذا بتريد. لك سشوار سشوار. انا اسف في كل الاحوال. احكي هيك من الاول احكي. اي والله طلع الدم لراسي وانا مفكرك عم تبسبس عليهم. والله أنا آسف بجوز أنا سميت لك بدزنك. والله ما قصدي بعتذر أنا ومو مشكلة نزعت لي استشوار. الله يسامحك استاذي سميحة. إذا بتريدي مو في معرفة ساب أسألك اللي له إله شو بدي له. لك يا لطيف لك ولا تكة لك ولا تكة تغيرت خرب بيتك. يا عيني ريحة نظافة كأنه معزلة بيت شكلها. ممتاز وفرت علينا الشغل. خلونا نبلش بسرعة. يلا يلا يلا, يلا. يلا. يا الله ما في حدا اسمه وائل بالمستشفى. معقول أنا فهماني اسم المستشفى غلط؟ رد وائل يلا رد. ليش ما عم بيرد؟ اكيد صاير شيء. شو اعمل هلا؟ ايه ميديا ماشي الحال. ليه عملت دوش هلا وطلعت من الحمام؟ ما يسخني بتطير العقل. لعمل شو هاد؟ لا لا مو لإلك مو لإلك. لا لا بس هذا التكييف فوق فوق راسي. لعمل يلا هلا هلا بحكي معي. ولي ولي الو
اعطيني واحد، اعطيني واحد مشان التحكم، لك مشان جهاز التحكم تبع المكيف. ما في غيرك وما فيك تبعت حدا. ولك ابي حفظ، اسمعوا لا، اذا ما بتبعت لي واحد هلا يصلح لي اياه او يزبط لي اياه او يجيب لي الليل هذا، ما بتلوم غير نفسك. ها ولك انت ما بتعرف مين عم تحكي، ولك انا عاصم سعفان. طيب هلا بورجيك، خليك عم تعيط. جايك جايك جايك، لك خلص ولا لا؟ طيب هلا بورجيك. يعني حلوة هيك؟ عيد ميلادي وما كون مجهزة حالي؟ يعني شلون بدنا ننبهك لتجهزي حالك؟ هي اسمها مفاجأة. بعدين إذا بدك الفكرة كلها فكرة وائل. إيه بس أنتوا ساعدتوه، كنتوا عارفانين الطبخة كلياتها. لكن كيف هذا من خالتها لميديا إجا من الحمص مشان يغني؟ ولا هذا كمان إجا صدفة؟ بس بدي أفهم، إمتى لحقتوا تزينوا البيت وتزبطوا كل شيء؟ أنتي أول ما طلعتي نحن دغري إجينا. إيه وشو عرفكم إني طالعة؟ قصة الحادث تظبيطكم؟ سنور خطيبك فاق من الغيبوبة وبيسأل عنك. والله والله انت اللي ما حد فيه من الغيبوبة. وبعدين انت التالي ما عرفت تلاقي لي اسم مشفى قريبة؟ ما بعرف شلحتني لآخر الدنيا. ليش على جطلك؟ انا قدفت أدفع، ما بعرف انه فيك مشفى. شو صار معكم هلا؟ هذا تبع الأورج عم يستناكم بس بده يعزف. ودخلك هذا الأورج من وين جايبتي؟ هذا جاي مع عاصم ابن خالتي من حمص، هذا تبع فرقته. طيب يلا بنات اسمكم مظبطين كل شغله، تعالوا ظبطوا لي لبسي. شو بدي البس؟ يلا تعال. سلامتك سلامتك. اخذ سفيت هوا. هلا هلا هلا. في
بيناسبني أكتر. أوكي. يلا سوق لك. أيوة. يلا. ميديا عاصم بالله شو هو صحيح عصب شوي بس يعني قلبه كتير كتير طيب دخلك انت مش مشو نهرب او مش طيب على مهلك على مهلك ليه عم تزمر تعال هلك ليش عم تزمر تعال زمر لأنه بدي بنزين. أي ما في بنزين. ما في بنزين. شو بعمل بحالي أنا؟ مشي سيارة على الهواء. بعملها على كتافي بروح فيها على حمص. ليش لا؟ كلها لحشة حجار. ولك عم تتمسخر علي ولا؟ لك لا تضرب. بدي كسر راسك. لك لا تضرب فادية. تضرب بنك لفادي. شو بعمل لك أنت وفادي؟ لك فادية. لك ليش ضربته؟ ليش عم تضربه؟ ما ضربته والله وكيلك. مزح عم بمزح معه ما عندك روح مثل أخي صغير. حقك على راسي سيد فادي حقك على راسي انت وياه شو الاسم الكريم ابرعد على راسي يا ما قال لك ما في بنزين بلا لي ما في بنزين بس انا هيك فكرته عم يمزح معي مثل هاي بمزح معه على كل الاحوال سيد راسي انا مطرب بغني بمشتل حلو اذا حبيتوا اليوم عندي سهره عازمكم انت وابو رعد حلي بامرك لا تواخذونا ان شاء الله حلي السلام عليكم ليش ما ضربته ما لحقت تضربه قلت حالي انت بتضربه روح ليه تضرب شو ني يا على العلقه امرك